هاي ماكينة طحن الكباب. بالضبط. طحننا الكباب. ثلاث شفرة طبعا. مو شفرة واحدة، عندك واحد اثنين ثلاثة. شفرة عكسية وشفرة عادية مشان نعومها طبعا. حكم بيها ساعة زمنية. جبنا اللحمة، جبنا اللحمة حطيناها هنا. هنا في عندك جرن هذا. طبعا ساعة ونص. جرن اللحمة. بالضبط. هاي عبارة عن كل شيء. خلاص الفكرة واضحة، هون في لحمة وفي تحتها ضاغط. ضاغط مكبس طبعا. عملية اوتوماتيكي. حطينا هون سيخ الكباب. طبعا طبعا. سيخ الكباب حطيناه هون. عندك حساسات هون داخلها تلقائية. ضغط. من 5 إلى 6 ثواني. عملية كبس الكباب. طالع لنا سيخ الكباب اموره تمام. وداعا للاوسطى. تمام. وداعا للمعلمي اللي يلي يوم مرضان ويوم تعبان ويوم ما بده يشتغل. عيار الجرام طبعا هذا القالب عندك هون. بعيد الشر صار ما صار فينكم تكبسوا على ستوب. في عندك القالب هون يتغير. يجي معها قوالب في صح حاليا فكره الهمبرجر. ما شاء الله. الله يبارك. طبعا هذا من 100 تقريبا ل 150 جرام. وانت النوبه عندك هون تتحكم في جرامات. تمام. غير الجرامات. هاي الجرام 102. حطينا احنا 102 حسب الزبون حسب طلبك. ممكن هاي ننزلها ولا ما بعرف. لا هاي. هاي التنزيل. هون عندك في سخانات حرارة اوقات اللحمة تكون مريقة. فهون عملية تثبيت الصيح حرارة تحكم فيها هون. هذا يتحكم بعيار اللحمة. يعني اللي بيشتكوا من قلة العمالة فينكم تجيبوا اي حدا يصير يعرف هاي الماكينة. عندك هذا المفتاح. جبنا خلصنا من هنيك من هون جبنا السيخ حطينا هون. وحطينا على هاي. حطينا على هاي هيك صار يفتل حاله هون على الفحم. جرات هواء عمل ساعة الفحم. هنا قنوات هواء. قنوات هوائية مشان توليع الفحم. الفحم. هنا في عيارات إلى السكر تزود تزود تقص كمية الهواء. مثل ما شايفين إخواننا الكرام. هنا عندي عملية سكر الهواء خلصت مثلا حسب الجو ساعده. في عندك هذا عمودي منه الغاز. وهاي عمودي على الغاز كمان مثل ما في القصر. كهرباء. طبعا استانس كله استانس. وهاي اسم الشركة وهاي الشاب وهاي الشاب هو إن شاء الله راح يساعدكم بس تجي لعنده. وهاي الشركة اسطنبول بلكدوزوف طبعا فقط مكانهم بلكدوزوف اخوان الكرام. إن شاء الله يعني اللي كان بده يفتح مطعم وخايف من قلة العمالة إنه ما في عمالة بأي دولة كان بإذن الله الأمور تمام هون بيساعدكم وبيعطيكم حتى أفكار. عندك الشاور ما شوفك شاور ما لك. عندكم هاي كمان هاي الدجاج المفتوح للسمك. هاي اللي مش عم يشرح الاخوان ما في داعي اني اشرح. طبعا طبعا هون في عندك هاي السله طبعا خضروات فليفله بندوره بطاطا. طبعا هذا فحم. في عندك نفس العمليه عندنا قلنا هون في قنوات هواء تساعد عمليه الاشعال. الله يبارك. هون في عندك الدجاج مثلا الجوانح شوي الجوانح الفخذ تمام الفروج الكامل طبعا. ما عندكم للخروف؟ خروف موجود. الخروف تفضل. طبعا في الخروف قياسات اكثر من قياس. طبعا هذا للبر. هاي للبر لجماعه الكويت والسعوديه. عندك اليوم سياره مثلا عندك انت اليوم سياره اخذته ما عندك كهرباء خدمك هون عن طريق انفلتر كهرباء من البطاريه انفلتر السياره طريقه عمله. طبعا في يجيب شنطه صغيره تحكم بالقياسات. انا شعلت اليوم الحفره هون حفره النار نزلت في عيارات. هاي عياره طبعا عمليه تنزيل عمليه هاي كذا بكل سهوله يطبق عمليه تطبيق حتى بكل سهوله ترجع. هذا طبعا ستانلس. الله يبارك. هاي خروف عندك مقاسات. وين تبي تشاور مو والله في عندك مقاسات. طبعا الخروف في 15 خروف هذا بس مبدئي. في هاي الشاور ماكينه الشاورما تجي نوعين طبعا غاز وكهرباء وفي غاز وفحم. في عملية هون الإرجاع بكل سهولة وبساطة. طبعا اليوم مثلا شيف خلص قلة الزباين مثلا بالمطعم شوى بس أول فتحة المطعم بعدين على الفحم عندك هون الفحم طفينا الغاز الغاز عملية فحم وشوى يعني وقت أقل حسب كمية الزباين. الله يبارك الله يعطيك العافية. طبعا استانس كله استانس. في هون صينية هاي الصينية طبعا عملية شوى. في عندك هون السيخ هاي ساعتها 50 كيلو. مية الشاورما بتنزل هون يعني؟ بالضبط. هذا السيخ 50 كيلو. ما شاء الله. تقدر انت تطلب مثلا ساعة مطعمك او رزقك اكثر من هالشيء في لل 125 كيلو. الله يبارك ما شاء الله. باي.
في هون عندنا هذا عداد تحكم سرعة الصيخ طبعا، هاي سين نشرح عنه. وطبعا اليوم انا اللي عندي جو اليوم ما يساعدني، هاي سرنا لكم الصيخ وزمشاته بالضبط هون عيار الامور. في عندك مثلا اليوم انا جو ما يساعدني، حتى الفحم موجود مثلا، والغاز سكرت الغاز في عندي هون قنوات هواء اتعير بيها حتى ضمن هون. هذا في الليل الهواء حتى يعمل اشتعال مثلا، اللي هو اليوم عندي ما في البلد ساكن مثلا، هون هذه قنوات هواء تساعدك شايل الفحم. الله يبارك ما شاء الله، شكرا لك اخي والله يعطيكم العافيه، وان شاء الله يكون الشرح وافي واسم الشركه موفقين. كفاله الخمس سنين طبعا، اي قطعه موجوده من المعمل الستانلس طبعا بالنسبه للصدى بالنسبه لامور الصيانه لهالشيء هذا. الله يعطيكم العافيه، الله يعطيكم العافيه، وان شاء الله حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله.